السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم هنا وسعادة وسكر زيادة وكل حاجة حلوة في الدنيا على عيون كل مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة النهار ومشاهدين مطبخ هالة على شاشة قناة النهار. يوم جديد وحلقة جديدة وفكرة جديدة هتعجبكم جدا جدا إن شاء الله، وخصوصا النهاردة عاملين فكرة اقتصادية حلوة قوي. الأسبوع اللي فات واحدة من حبايبنا ومشاهدينا الكرام اتصلت وطلبت مننا البلوبيف البيتي، نعمل البلوبيف إزاي. طبعا بره غالي جدا، ده غير يعني الله أعلم المواد الحافظة اللي فيه، الألوان الصناعية وي وي وي. طب النهاردة نقدر نعمل في البيت بلوبيف اقتصادي، يعني بلحمة مفرومة وفي نفس الوقت يديني طعم أحلى من الجاهز كمان، وتماسك الله أكبر زي ما انت شايفين كده ما شاء الله. تقدري تعملي منه مشروع، لو انت بتشتغلي تقدري تعملي منه وتوزعي على زمايلك، لو أيا كان، بجد بجد هينافس الجاهز وهيبقى أحلى من الجاهز، ولما تشتغلوا فيه هتعرفوا كل كلمة بقولها لكم بإذن الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. يا سمر مساء السعادة عليك يا قمر. شايفين سمر بتتغزل في البلوبيف البيتي بتاعنا إزاي؟ واللون الحلو ده خده ازاي والتماسك ده؟ انا عايزه اقول لكم كل ده معمول قبل الحلقه بحوالي ساعتين واتحط في التلاجه، يعني مش بايت من بالليل في التلاجه والكلام ده كله، هم ساعتين اتنين وتماسك وبقى قوامه طري وفي منتهى الجمال. ازاي الكلام ده؟ يلا بينا نشوف مقاديرنا ايه. بسم الله، عندي لحمه مفرومه، يعني انا هشتغل دلوقتي مثلا على حوالي نص كيلو لحمه مفرومه، وعندي ميه بتغلي على النار مهمه جدا، بصلايه مقطعاها كده على اربعه، وعندي مكعب مرقه عشان يديني تيست حلو قوي وممكن تستغنوا عنه، فصوص ثوم فصين اتنين بس اللي هاخدهم، وملح وفلفل، حبهان، ورق لورا، السبع بهارات، ولو احتجت لون احمر لان انا حاطه بنجرايه، بس المشكله ان اليومين دول عشان مش موسم البنجر فالبنجر ما بيخرطش قوي في الميه، يعني ما بينزلش اللون الاحمر بتاعه قوي، فلو احتجت لون احمر هاخد نقطتين اتنين بس، ما احتجتش وهكتفي باللون الفاتح بتاع البنجر مفيش اي مشكله خالص. بعد كده عندي معلقه كبيره جيلاتين نباتي، ده للتماسك وكمان القوام يبقى طري ما يبقاش متماسك ناشف، اجي اقطعه يفرول مني بالسكينه، انا عايزه نفس قوام الجاهز. فمعلقه كبيره جيلاتين نباتي بجيبه من عند العطار وهدوبه في شويه ميه عاديه، وبعد كده هنخلطه مع بقيه المقادير زي ما هنشوف مع بعض. يعني تخيلوا كده ما شاء الله المقادير بتاعتنا بسيطة جدا، هي عبارة كلها ادي نص كيلو لحمة مفرومة وعايزاها تكون فيها نسبة دهن عالية، ماشي، دي مهمة جدا، الدهن هيدي برضو تماسك وهيدي طعم البلوبيف الجاهز بالظبط، وبصلاية، بنجراية، فصين توم، وشوية بهارات، ومكعبين مرقة، والبصلة اللي اتفقنا عليها، وبس على كده. ولو احتجت لون غذائي زي ما قلتلك هضيف بس نقطة مش اكتر من كده. اول حاجة هنعملها بسم الله، هحط مية على النار بتغلي اهي، ماشي كده، ونشوف هنعمل فيها ايه. ادي مية اهي عادية جدا، الميزة كمان ان اللحمة المفرومة هنسويها كمان معانا، زود بس هنا النار على اللحمة اللي بتستوي. بصوا بقى، اول حاجة هننزل بصلاية متقطعة كده ايه على اربعة. يا جيهان صباح الفل يا قمر. صباح الفل يا اسمي شيفال، عامله ايه؟ صباح العسل على عيونك يا قلبي، اخبارك؟ تسلم ايدي، الحمد لله. تسلم ايدي يا حبيبتي، على ايدي. تسلم يا قلبي، تسلمي لي يا حبيبتي. معلش من خميس الخط اتقطع، خرجت خالص من عندي. واقول لك كل سنه وانت طيبه يا قلبي. وانت طيبه متخويها كده ان شاء الله. الله يكرمك يا حبيبتي، ده من ذوقك والله. كل اللي بتعملي دوت هديه مني الاسراء يا حبيبتي. شكرا والله بجد، اشكرك يا جيجي، كلك ذوق يا حبيبتي. انا لسه هديها اي حاجه كبيره قوي 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 حبيبتي، ما تحرمش منك والله ابدا، اشكرك يا روحي بجد. كده انا حطيت في الميه اللي بتغلي بصلايه وبنجرايه وفصين توم. بصوا البنجر هتبتدي كل ما تغلي تخرط معايا، يعني تخرط يعني تنزل اللون بتاعها، وفصين توم بيدوا ريحه حلوه قوي قوي للحمه المفرومه، ومكعب مرقه عشان يخلي لي الشوربه اللي هتتسلق فيها اللحمه المفرومه طعمها غني، لان طبعا دي لحمه مفرومه مش لحمه عاديه ممكن تدي طعم وتدي غناوه للشوربه، لا اللحمه المفرومه بتبقى ضعيفه، فانا محتاجه مكعب مرقه يخلي لي الشوربه غنيه. وقلبي كده
شوفوا اللون بيبتدي يحمر ازاي بالشكل ده. بعد كده عندي نجيب معلقة وهناخد بقى كل التوابل والبهارات اللي عندنا في المية. عايزة المية دي يا جماعة تبقى غنية جدا. هعمل ايه بقى؟ ادي كل التوابل اللي عندي اهي، وهظبط كمان الملح بتاعنا في المية علشان اللحمة المفرومة وهي بتتسلق تاخد الحضوئية بتاعتها. اهي كل المقادير اللي عندنا كده زي الفل. بعد كده فاضل عندي الملح والفلفل. بسم الله اهم. يا آية اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا آية؟ لو سمحتي استحلفك بالله انا عايزه اقول للاستاذ سامر، انا اتصلت بيكم يوم الخميس مرتين وقفلتوا عليا. لا بصي، هم بياخدوا الرقم في الكنترول وبيوصلوه للبرنامج للاعداد للبرنامج، فدي في الاخر بقى بتبقى مش بتاعتنا احنا، وظيفتنا بتنتهي ان احنا بنوصل رقم حضرتك لاعداد البرنامج، فخليكي برضو ياخدوا الرقم ويوصلوه تاني لاعداد البرنامج. من عينينا يا حبيبه قلبي. بصوا يا جماعه، ملح وفلفل مع كل المقادير الموجوده. لون الميه نوعا ما ادى ايه؟ حمار خفيف، عشان زي ما بقول لكم موسم البنجر مش اليومين دول، فبصوا البنجرايه من جوه قلبها مبيض فما بتديش اللون الاحمر قوي. ده لو كان موسم البنجر كان زمان البنجرايه دي خلت للميه دي لونها ايه؟ احمر زي الدم، لكن هي مبيضه شويه، فعشان كده ممكن تلاقي نفسك هتحتاجي نقطه لون احمر. خلي بقى الميه تغلي شويه الاول بكل المقادير اللي حطيناها في يدي، على ما تغلي كويس هدوب الجيلاتين، معلقه كبيره جيلاتين في ميه عاديه، وباكد تاني ميه عاديه. عايزين المضرب مش ميه سخنه، الجيلاتين ما يتدوبش في ميه سخنه، ده جيلاتين نباتي بجيبه من عند العطار سايب. ماشي كده، هحط حوالي معلقتين كبار ميه عاديه على المعلقه الكبيره الجيلاتين. بصوا في الاول وهو بيدوب بيبقى سايل كده، بعد شويه هركنه شويه، تبص تلاقي دي جمدت شربت الميه وبقت كتله واحده، وهو المطلوب. شايفين داب على طول ازاي؟ ليه يا سمر؟ عشان دوبناه في ايه؟ ميه عاديه. لو ده اتدوب في ميه سخنه كان زمانه دلوقتي هيبقى كرات كده وكلاكيع وعمره ما يفك ابدا معانا. سهله وبسيطه اهي. حلو قوي، برافو عليك يا سمر والله. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا باشا. يا ام هناء اهلا، ازيك يا ام هناء؟ ربنا يخليكي يا رب حبيبه قلبي منورانا. الله يخليكي يا رب. الحمد لله، انا سالت عليكي قبل كده قالوا لي حضرتك ما جيتيشي. يا حبيبه سلام على الاستاذ. الله يكرمك يا حبيبتي، تعيشي. الله يخليكي يا رب يا حبيبتي. انا اول مره اتصل يعني في البرنامج. انت نورتيني ونورتي البرنامج ونورتي الدنيا كلها والله. يا رب اسمع صوتك دايما معانا كده، الخط قطع. كلميني تاني يا حبيبه قلبي. والميه بتغلي، عملت حاجتين. الميه بتغلي، هي دلوقتي بقت شوربه مش ميه، لانها واخده كل الاطعمه اللي حطيتها فيها، الملح والفلفل والبهارات، بصلايا، البنجر، فصين الثوم، الريحه طالعه حلوه قوي ومكعب المرقه كمان. على ما تغلي عملنا حاجه وهنعمل الثانيه. عملنا اول خطوه ان احنا دوبنا الجيلاتين النباتي معلقه كبيره في معلقتين ميه عاديه، ماشي، دوبناهم وركنتهم، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، اللحمه المفرومه اللي عندي هعمل فيها حركه دلوقتي عشان ما تفتفتش مني في الشوربه واضطر اصفي وتبقى شغلانه كده مش ظريفه ومش تمام. هعملها كرات واضغط عليها واسلقها كرات كده زي ما هي. بصوا بالشكل ده اهي، خديها كده. الطريقة دي لو تفتكروا عملناها مع بعض من كام سنة، وقد ايه قد ايه عجبتكم ما شاء الله، وكل اللي نفذها يعني ما بيعملش غيرها. اهو عاملها كرات كده بالشكل ده، طبق عمال يجري. اضغطي بس عليها كده، خليها ايه تتماسك كده، عمرها ما تفتفت في الشوربة معانا، لان دي طبعا دي لحمة مفرومة، دي مش لحمة صحيحة يعني. اهي كده بالشكل ده اهي. بصوا هي مفرولة ازاي، اول ما بتضغطي عليها بتتماسك على طول، وخصوصا خصوصا لو اللحمة فيها نسبة دهون زي ما اتفقنا. كل ما اللحمة كان فيها نسبة دهون كل ما اديتك نتيجة للبلوبيف روعة رائعة، مش هتصدقوا يعني، هتبهركوا النتيجة. ايه ده؟ ازاي ده بيتي؟ يعني ازاي ده بالطعم ده واللون والشكل ده بلوبيف بيتي؟
بصي يا ستي اهي ادي الكرات اهي، بصوا ضغطنا عليها ازاي كلها، وهسلقها كده اهو. اتفضلي 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 يا فندم، تحت امرك اهو. يكشي تكوني مبسوطه اهو، بصوا بالشكل ده. اهم حاجه عندي بقى الميه تكون بتغلي، بتقطع نفسها كده من الغليان، وانا بنزل كرات اللحمه عشان ما تفكش مني بالشكل. زي ما انت يا سمر، خليكي عندك، انا اللي جايه لك. الميه بتغلي اهي، بسم الله، هروح منزله الكرات كده بالشكل ده كده، خلاص تروح قفشه، وعمرها عمرها ابدا ما تفتفت منك في الشوربه. استاذ حسين اهلا وسهلا. يا صباح السعاده والسكر. صباح الهنا. ازيك يا استاذ حسين، عامل ايه؟ الحمد لله، وحشانا يا شيف والله. الله يكرمك والله، تعيش تشوف السعد والهنا كله يا رب، اللهم امين. الله يخليك، الله ينور عليك يا شيف، حضرتك يعني دايما كده مبدعه في كل حاجه يا شيف. بص يا استاذ حسين، بص اللحمه المفرومه لما نزلت كرات قفشت على نفسها ولونها خلاص غير ازاي اهي، كده عمرها ما تفتفت ابدا مننا في الشوربه بالشكل ده. الله يبارك لك، الله ينور عليك وتسلم ايديك. الله يخليك، الله يخليك، اشكرك، نورتيني. طيب هتاخد قد ايه على النار؟ هتاخد ربع ساعة تتسلق وتستوي. وبقى كده عندي كمان ميزة خطيرة جدا جدا، ان البلوبيف اللي انا دلوقتي بعمله في البيت هو كده بلحمة مستوية، يعني البلوبيف بتاعي مستوي، يعني اقدر اشتغل بيه، ممكن حتى ما احطوش على النار، اقطع واغمس على طول، او اعمل سندوتشات على طول، لان لحمته اصلا مستوية. بصوا قفشت ازاي وهو المطلوب. شوف يا ست سمر، عشان انا عارفة ان انت نفسك في الحركة دي، اهي ادي اللحمه المفرومه. طبعا هي دي اللي احنا لسه حاطينها، هي لونها غير بس لكن قلبها ني لسه، لكن انا بوريكم التماسك. خلاص كده بس يا ستي زي الفل، هسيبها ربع ساعه بس، كل شويه اجي اقلبها كده على الناحيه الثانيه اهو بالشكل ده. لو محتاجه لون احمر مش هتتحط هنا، اللون الاحمر هوريكم دلوقتي هنعمل فيه ايه عشان يديني اللون الوردي الحلو الجميل بتاع البلوبيف. وتاني بقول لكم، لو البنجر في الموسم بتاعه مش هنحتاج لون احمر، هتبص تلاقي الميه دي حمرة جدا وحمرت لي اللحمه المفرومه، لكن طبعا هو مش الموسم بتاعه. نوطي النار وزي ما اتفقنا هنسيبها ربع ساعه تستوي كويس قوي، والدهون بتاعتها تنزل في الميه، وكمان لو البنجرية حمراء قوي هتلاقي اللون كله احمر زي البنجرية اللي انا كنت سالقه فيها، اللي هي استوت قبل الهواء عشان نشتغل عليها. يبقى دي كده اول خطوه، خلاص نغطي عليها، وطي النار يا ستي بس، وسيبيها تاخد وتدي مع نفسها بسم الله. تعالوا نشوف دي اللي استوت قبل الحلقه على طول، ودي كانت البنجرية بتاعتها قلبها احمر قوي، فعملت ايه؟ خرطت في الميه، نزلت لي اللون بتاعها، فدتني بصوا كرات لونها عامل ازاي. وانا بقى بفرمها لو حسيت انها فاتحه، لانها ممكن في الفرم لونها يفتح، لو حسيت انها فاتحه هزودها سيكه كده نقطه لون احمر، حسيت لا ان لونها وردي وحلو لون الجاهز بالظبط، يبقى خلاص انا مش محتاجه لون غذائي. خلاص اتفقنا، فده اللي هنعرفه لما نيجي نفرمها. فده ايه بيتوقف على ايه تاني يا سمر؟ على البنجرايه، على البنجرايه. هل البنجرايه قلبها احمر فدتني لون احمر، ولا قلبها مبيض؟ قلبها ابيض. زي قلوب مشاهدينا الكرام كده اللي بيتفرجوا علينا. هنعمل ايه بقى يا ستي؟ الكبه الحلوه بتاعتك، وعلى فكره كمان ميزه ممكن في الخلاط، تمام؟ وهروح جايه فاتحه الكبه ماشي، وهجيب الاول، ركزوا معايا في اللي جاي، عايزين كبشه، نجيب كبشه واجيبولها بسم الله. فين فين فين؟ يلا حلو ده. وهناخد شويه من الشوربه، بصوا شويه كده، شوفوا لون الـ الشوربه. اهم حاجه عندي بقى، بصوا دسمه ازاي، الدسم ده هيبقى عامل مهم جدا جدا في ترابط البلوبيف ماشي كده. الشوربه دي هعمل ايه؟ هحط فيها نقطة بسيطة قوي لون أحمر على خفيف خالص بسم الله، بسيط بسيط، اوعي تنزلي مرة واحدة، حاجة بسيطة بس. الحمد لله، قلبي، شايفين اللون ده؟
في موسم البنجر بقى اللون ده هيبقى طبيعي. مش هنفرم البنجر مع اللحمه طبعا عشان ايه ممكن يغير طعمها. احنا كل اللي هنعمله دلوقتي هناخد كرات اللحمه بس في الكبه او الخلاط اهو. استنوا بقى عشان ايه اللون الاحمر قام بالواجب. يلا بسم الله هاخد كده كرات اللحمه ما بسيبهاش تبرد، لو بردت هتقفش. هنفرمها وهي كده سخنه بهذا الشكل. يا ايمان اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ايمان؟ عامله ايه يا قلبي اخبارك؟ الحمد لله تسلمي ربنا يخليكي يا رب. الله يكرمك يا ايمان منوراني يا حبيبه قلبي. تسلمي يا حبيبتي. لو سمحتي كنت عايزه كيكه الاسفنجيه. عينيا حاضر. عندك مضرب كهرباء؟ عندك مضرب؟ طب خلاص يبقى كده المأمورية سهلة جدا إن شاء الله بإذن الله. تسلمي يا حبيبتي. شكرا. حبيبتي نورتيني نورتيني. بصوا بقى أدي كرات اللحمة، أنا ما خدتش معاها لا بصل ولا ثوم ولا أي حاجة من الشوربة لأن هي اتنكيت بكل النكهات اللي إحنا أصلا حطيناها في الشوربة معانا، فكل اللي مطلوب منها هناخد الكرات بس كده وهناخد معلقة الجيلاتين. بصي بقى يا سمر الحركة دي. كده الجيلاتين لما يقفش ويجمد كده يبقى الجيلاتين ناجح معاكي. اهو شايفين ازاي؟ لو فضل مفتفت وما شربش الميه وقفش كده يبقى في حاجه غلط، وفي نفس الوقت تبقى ريحته حلوه، لو ريحته مش حلوه ريحته نفاذه لا ما تستعمليش الجيلاتين ده، يبقى الاول يقفش معايا. بصوا بقى كتله واحده اهو، ده كده مظبوط، وفي نفس الوقت لو شميته ريحته حلوه جدا او عاديه ما فيهوش ريحه، عشان في ناس بتقول لك الجيلاتين بجيبه بشم فيه ريحه الكاوتش، ما تستعملوش خالص نهائي. خلاص ده اسمه جيلاتين نباتي. بعد كده اهو حطيت الجيلاتين بعد ما تماسك بقى كتله واحده مع كرات اللحمه، وهاخد يا دوبك بس نص كبشه من الشوربه اللي حطينا عليه. نقطة لون أحمر بس جوه الكبة، بس إمتى؟ بعد ما أفتح الكبة وأشوف الأول الدرجة. لو أنت بتعمليه في البيت لولادك مش لازم اللون الأحمر خالص يعني، عادي إحنا بنعمله في البيت. طب لو أنا بقى زي ما قلنا في الأول عايزة أعمل منه مشروع، حطي لون غذائي. اللون الغذائي الجل، ما بنحطش البودر، الجل تمام زي الفل ما فيهوش أي مشكلة خالص. نحط بس نقطة بسيطة عشان يحمر مننا قوي ربنا يستر في الكبه كده، حاجه بسيطه جدا اهو. يلا بقى بس كده. وزي ما قلت لكم برضو انت ممكن ما تستخدميهوش خالص مفيش اي مشكله. يلا نضرب بقى الكلام الحلو ده. بسم الله. يعني مثلا انا جايبه قوالب زي دول كده موجودين اصلا عندي في المطبخ ودهنتهم زيت، بيدي شكل القوالب الجاهزه، وفي نفس الوقت البلوبيف بينزل منها بمنتهى السهوله، ما بيتحطش في الفريزر بيتحط في الثلاجه. لو اتحط في الفريزر مفعول الجيلاتين مش هيشتغل، الجيلاتين مش هيشتغل تمام.
درجه السقوعيه بتاعه الفريزر بتخلي الجيلاتين ما يشتغلش. طيب الجيلاتين يشتغل ازاي ويديني قوام متماسك في اسرع وقت؟ الثلاجه. ناس فاهمه غلط، فاهمه ان لما نحطه في الفريزر يبقى كده سريع، لا هيطلع يفك، يبقى كده الجيلاتين ما اشتغلش. لكن احطه في الثلاجه ساعه كده، ده ما كملش ساعتين وطالع متماسك وزي العسل. هنعمل ايه بقى؟ بسم الله نجيب بقى ايه، معلقه كده او سباتولا. يا شيخه ده احنا خلصنا، يا راجل ده احنا خلصنا. وتعالوا بقى كده بسم الله شوفوا القوام عامل ازاي، قوام البلوبيف، ولا هو ناعم ولا هو خشن، عشان يديكي نفس قوام بتاع بره بالظبط. شوفوا، وما تخليهوش ما تخليش البلوبيف وانت بتفرميه اللحمه وانت بتفرميها تبقى ناشفه وتفتكري انها لو طريه كده مش هتتماسك، لا بالعكس الجيلاتين ده هيقوم بالواجب وزياده مع دهون اللحمه. واقول لكم بقى على سر كده انا بحب قوي قوي اعمله في البلوبيف لما بعمله في البيت عندي، يا سلام بقى بجد بجد لو عندكم سمنه بلدي وتحطي معلقه سمنه بلدي مع اللحمه وانت بتفرميها بقى في الاخر، يا جمال البلوبيف وحلاوته بمعلقه السمنه البلدي دي، او لو زبده فلاحي، بس السمنه البلدي بتبقى بصراحه اقوى، يعني بيبقى تحفه وانت بتغرفيه كده تشمي ريحته، يعني تقولي كده ايه البلوبيف الفظيع ده، ده احنا ما كناش بناكل بلوبيف. بصوا يا جماعه ساوي كده بس ساعتين اتنين، واقل من ساعتين في التلاجة، وطلعي اقلبي وكلي احلى بلوبيف في الدنيا ما شاء الله. انا عايزه اجيب قالب كده نقطعه بسم الله ونشوف النعوميه بتاعته عامله ازاي، والتماسك تماسك وقوام ناعم في نفس الوقت، معادلة كده عسل بجد. مش عايزاني طبعا اشيل دي صح؟ يا ستي من غير ما ترجوني. حاضر، ترجوني ليه يعني؟ بس كده ونجيب بلانشا بسم الله ونقطع القالب العسل بتاعنا ده، سكينة يلا بينا بسم الله. تعالوا كده نجيب القالب، بصوا اللي ما بقالوش ساعتين في الفريزر، شوفوا اللون الوردي الحلو ده، ده مع البنجراية مع نقطة لون غذائي، الاتنين مع بعض مدين، بصوا التماسك، بصوا كل جنب فيه اهو. يلا طبعا ده كان الوش، شوفوا اهو متماسك ازاي. نحط بقى كده القالب وتعالوا بقى ايه نديله تقطيعة ونشوف. قوليلي قوليلي بس قوليلي اتجاه ازاي. ها بصوا كده، شوفي بصوا القوام الخشن بتاع البلوبيف زي بلوبيف العلب بالظبط الجاهز، عشان كده قلتلك ما تبلغيش في الضرب، ده ما بيبقاش ناعم زي اللانشون، بيبقى خشن بالشكل ده وريحته عسل، شايفين اهو شوفي جماله، شايفه يا سمر جمال البلوبيف بتاعنا ولون القلب من جوه عامل ازاي، والريحه الجميله اللي ما شاء الله عليها بجد. لازم لازم كلكم تجربوا البلوبيف البيتي بالمقادير والطريقه اللي اشتغلنا بيها دي، لحمه مستويه انا ضامنه كده انا سويت اللحمه، كل المقادير اللي فيها انا عارفه انا حاطه ايه. بصوا الطبق عامل ازاي، ولا كلمه، يلا يا قمر ولا كلمه. وخلصنا البلوبيف واحنا واقفين مع بعض، وكمان اقتصادي من اللحمه المفرومه، في لحمه يعني انا عامله بلوبيف في لحمه، اللي بره بقى محطوط فيه ايه او معمول ازاي الله اعلم. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، يلا على طول قوموا اعملوا البلوبيف في البيت وشيليه على طول بعد ما يستوي وتقلبيه بالشكل ده، عايزه بقى تحطيه في الفريزر يقعد عندك بالشهور مفيش مشكله، لكن في الاول عشان الجيلاتين يشتغل يتحط في الثلاجه من تحت، عايزه تعملي كميه وتحفظيه يبقى في الفريزر على طول. وصفتنا خلصت وفقره المطبخ خلصت، بس حلقتنا لسه ما خلصتش، اطلعوا فاصل بسرعه وارجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض، فاصل قصير بس على القناه تتغير.
اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل، ولسه مكملين مع بعض وتجربه واقعيه من التخسيس اونلاين، ونرحب بضيفتنا الكريمه اللي دايما بتبهرنا بالتجارب الواقعيه يا جماعه، تجربه حيه بتبقى قدامنا من الالف للياء. نرحب بضيفتنا الكريمه دعاء سهيل، دكتوراه في علم التغذيه البشريه، اولى مؤسسي فكره التخسيس اونلاين، مؤلفه كتاب التغذيه واثر الوعي والممارسات الغذائيه على النمو الجسمي، وصاحبة مبادرة السمنة ناقوس الخطر. أهلا وسهلا أهلا بحضرتك يا شادي حبيبة قلبي، ربنا يخليك. وأهلا بضيفنا اللي منورنا النهاردة فارس. ازيك يا فارس؟ تمام الحمد لله. عامل إيه؟ الحمد لله. أنت عارف إن أنت النهاردة هتكون مثال حي لكل الشباب اللي عندهم السمنة بس مترددين ياخدوا القرار. أنت النهاردة بقى هتقول لهم إيه؟ هتقول إيه؟ هقول لهم كله ياخد القرار ويخس، والتخسيس حلو وحاجة حلوة، اللي هو تعرف تمشي وتعرف تجيب ملابس وتعرف تروح وتيجي وتلعب، تفرق معاك في حياتك كلها، في كل حاجة، في كل حاجة فعلا. عايزين نتكلم بقى على فارس النهاردة. فارس من شربين، أهلنا في الكرة، لأن أنا منهم، أنا من المنوفية، فبيحبوا الأكل ودايما الاكل بيكون بمسبكات وبياكل كتير بس هو كمان يضيف على ذلك ان هو كان بياكل سكريات كتير جدا. عنده نهم في حته السكريات، بيحب السكريات جدا، الشوكولاتات دايما السكريات، وده نوع على فكره من الشهيه. في ناس شهيه للاكل العاليه وبس، وفي ناس للاثنين ما شاء الله. هو كان للاثنين، وكان بياكل على مدار اليوم، ومهما اكل يقول لك انا كنت باكل لحد ما احس ان انا دخت ومشبعش. يا نهار ابيض، وما بتشبعش. امال دلوقتي يعني ممكن بالكتير قوي طاقتين بالعافيه. لا احنا دلوقتي عايزين نتكلم على حياتك قبل، يعني عايزين نعرف ايه كل السلبيات وايه السلوكيات الخاطئه اللي كان فارس مثلا بيقوم بيها. اللي هي في الاخر ادت لنتيجه السمنه. كان وزنك كام يا فارس؟ كان وزني 120 كيلو. كان 120 كيلو، بتاكل كتير بقى على مدار اليوم؟ كنت باكل كتير وفي كل وقت، وممكن اكل الساعه 2 3 بالليل يا خبر ابيض، واقعد اكل طول النهار. وجسمي بصراحه لما شفته كده 120 كيلو ده كانت حاجه صعبه. يعني كانت حاجه صعبه جدا. وبعدين فارس صغير ده 20 سنه. 20 سنه. ما كنتش اعرف اروح، ولا كنت اعرف اجي، ولا كنت اروح اشتري لبس، مش عارف. كنت بلبس الاول 5 اكس، دلوقتي يعني اخر حاجه هنشوف جايبة. لك صور دلوقتي. وانت كنت بتلبس المقاسات الكبيره 5 اكس لارج. انت النهارده كام؟ دلوقتي اخر حاجه امبارح انا جايبها لارج بس. لارج بس. اهي الصوره، اهي دي صورة فارس. يا لهوي يا فارس، شوفوا ما شاء الله، يعني يا فارس ليك حق. لو حط ايدك في جيبك يا ابني الثقة دي. بص فارس كان قد ايه، كان وزنك كام قلت لنا؟ 120 كيلو. كان 120 كيلو. ايوه. دلوقتي 83 كيلو. انا عايزاك تروح البحر ده تاني وتعمل فورمة الساحل، عشان كده خلصت النهارده بقى. عايزين يعني نفس الصورة في نفس المكان. باللوك الحلو الجديد بتاعك بقى ان شاء الله. بصوا يا جماعة، المراحل، مراحل ايه؟ مشوار فارس، نقول مشوار، مشوار من الالف للياء ما شاء الله. المشوار ما طولش. هو 3 شهور بقى. 3 شهور اتغير من انسان لانسان، من حد حبيس السمنه وكانت حياته حلوة تعتبر قوي. حبيس السمنة. طبعا انا دايما بشبه السمنه بالسجن. ليه؟ هو ولا عارف يمارس حياته ولا عارف يعيش حياته، فهو فعلا محبوس في السمنه. وبعد كده بقى ايه، دعاء سهيل عملت ايه؟ فتحت باب السجن وخدت بايدك للحياه الجديده. حصل اللي هي وصلتني لدرجه اللي انا بقيت عارف اللي انا عايش حياتي دلوقتي بصراحه. كده انا دلوقتي يعني اتولدت من جديد ما شاء الله. من الوقت اتولدت من جديد فعلا والله بجد. ايه دلوقتي اللي بتقدر تعمله ما كنتش حتى تفكر زمان انك ممكن تقدر تعمله؟ دلوقتي يعني كنت باجي العب كره الاول، ما كنتش اعرف اجري ولا كنت اعرف، صعب يعني صعب. وكنت اجري مش قادر. اجي طالع السلم مانيش قادر. دلوقتي اطلع واجري واروح واجي، تلعب يعني كوره بقى عادي جدا. ايوه بلعب كوره دلوقتي عادي جدا. والصراليه بتاعت البحر دي كانت تجي انزل الميه هبطان، ما الحقش اكمل 5 دقايق واطلع. دلوقتي انا كان اخر مره تمام، ممكن قعدت يجي ساعه في الميه واطلع وبراحتي، وماشي حياتي طبيعي جدا جدا قوي يعني. وفرحان بقى بالانجاز اللي انت وصلت له يا فارس. طبعا يعني. طب ما تقول كلمه حلوه للشباب كده. كلمة حلوة لكل الشباب، كله ياخد الخطوة دي، وخطوة الله العظيم حلوة، يعني خطوة جميلة وخطوة بص هتغير حياتك. فرقت معاك من حياة لحياة. هتغير حياتك جدا 100 وأقول لك إيه،
من 100 درجة 360 درجة. أرقام التليفونات يا جماعة موجودة قدامكم على الشاشة، وصفحة الفيسبوك هتنزل لكم دلوقتي، اتصلوا يلا وشوفوا فارس قد إيه مثال جميل للشباب وللبنات والناس اللي لسه عمالة تفكر أخد القرار أو ما أخدش ولا أرجع. أصح لا ولا لا؟ قرار حلو والله بصراحة يعني. طب بأمانة الله يا فارس هسألك سؤال بأمانة ترد عليه بأمانة. هل أنت قبل ما تفقد الوزن زيادة الوزن كانت مسببة لك إحراج؟ بصراحه فعلا وكانت مسببه لي احراج مع اقرب الناس لي. اقرب الناس ليك ودايما مثلا كنت ساعات تسمع كلمه كده الكلام الهزار ده كان بيضايق. ايوه طبعا. هل وقت الهزار ده بتضحك وانت من جواك زعلان ولا من جواك زعلان؟ وبقيت اسمع كلام من الناس يعني بتريقه، هي ناس جسمها رفيع وفي نفس الوقت هم عايزين يخسوا تمام. يعني هو شايف حد من وجهه نظره رفيع ويقول له انا عايز اخس. ايوه فده يقول لنفسه انا اعمل ايه؟ امال انا اعمل ايه؟ ده اللي بقيت اسمعه وبقى يضايقني جدا بصراحه يعني. عشان كده اللي انا خدت القرار وفعلا اللي انا هخس وابدا حياتي. طب ايه اللي خلاك يعني ايه اللي اداك الدفعه ان انت تتواصل معانا؟ اللي هو كان في حد عندنا واحد صاحبي اسمه ايه؟ اسمه كريم. كريم ده أيوه. قال لك خس؟ ايوه لا مش قال لي خس، انا خدت القرار، هو وجهني وتابعت مع حضراتكم. ايه ده هو كان بيخس معانا؟ ايوه هو كان انت شفته قدامك هو أيوة. بيخس هو قالك أيوة. روح بس انت ما كنتش خايف من حته اونلاين بقى يعني ايه تخسيس اونلاين وازاي الكلام ده؟ لا انا بصراحه كنت قلقان في الاول بس اول اسبوع ده جربته لقيت العمل تمام والدنيا حلوه وخمسه كيلو. اول شهر خسيت قد ايه؟ في اول شهر 15 كيلو. في اول شهر عشان سنه صغير برضو. اول اسبوع 5 كيلو وبعد كده طول الشهر ايه ال 10 كيلو التانيين. احساسك بقى يا فارس اول ما لقيت ال 5 كيلو دول اول ما فقدت 5 كيلو حسيت بيهم ايه؟ مقاس الاول لا يعني حسيت الهدوم وسعت سيكه كده. الهدوم وسعت تمام واحساس بقى في جسمي كله يعني متغير، كل شويه اقف قدام المرايه ابص في المرايه مش مصدق مش مصدق نفسي الصراحه. ايوه حاسس بطاقه جامده اللي انا مش عارف دلوقتي اكمل لا اللي انا 5 كيلو دول حلوين وجيت ابص لقيت ال 5 كيلو فرقوا جدا فعشان كده كملت فعلا. كانوا حافز ليك بقى من اول. انت عارفه هي الطلعه الاولانيه الانطباع الاول يا دوب طبعا الطلعه الاولانيه مع اول كيلو 2 كيلو لا ده في امل اهو هو اكمل بقى. واحنا ليه بننجح مع حالاتنا؟ هو الموضوع مش سحر، هو انت علشان تنجح بحاله في فقدانها ما يقرب على 38 كيلو تقريبا. أيوة. و 38 كيلو في 3 شهور. وعلى فكره هو معاه الكورس الرابع النهارده انا جايباه اثناء فقدان الوزن. أيوة. ففارس يعد من ثمار مبادرتي ل 2022 قسمنا ناقوس خطر فعلا، خطر تاخر لك حياتك تتعبك نفسيا تخليك مش قادر تعيش سنك. صح. معلش فارس 20 سنه ولو نلاحظ نلاقي الشريحه دي يعني قبل كده كان عبد الرحمن 20 سنه 17 19 سنه برضو هي دي نفس ليه هبدا حياتي بزياده وزن؟ انا احنا ليه بننجح مع حالتنا؟ هو مش سحر. الموضوع ان انا بسمع الحاله كويس لما يجي لي شهيه عاليه وبياكل سكريات. دي مش شهيه عاليه بس. انا هنا عايزه اقفل شهيه واثبت نسبه واظبط نسبه السكر في الدم اللي هي لازم يرشح نسبه من عشب الفولينج لان الفولينج ده بيدخل في تصنيع الشوكولاته وبيظبط المود وبيظبط الحاله المزاجيه. اللي واخد على الحلويات لو اتحرم منها موده نفسيته لازم اعوضه. لازم اعوضه. صح. انا هنا اذا قفلت شهيه بس وسبت عندي نسبه السكر في الدم مش مظبوطه، طب ما انا ما عملتش حاجه، انا قفلت شهيه وهيروح ياكل سكريات. بالظبط. طيب انا كمان على فكره عشب السيليوم بيظبط الحاله المزاجيه ويظبط نسبه السكر في الدم ولا لا يستخدم بس في فقدان الوزن. ده اصحاب مرض السكر لو اخذوا السيليوم يظبط نسبه السكر. فهو عشب له العديد من الفوائد. وفعلا ليه الناس اللي بتبقى في جنوب شرق اسيا لا يعانوا من زياده وزن؟ دي حقيقه. وبياكلوا كميات كتير، اقعد مع واحد صيني كده هتلاقيه بياكل كتير ولكن اكله كله بالاعشاب اللي عندهم في جنوب شرق اسيا. الاعشاب دي بتدخل في الطبخ عندهم لذلك ما بيزيدش وزنهم. وعشب السيليوم او قشور السيليوم بتظبط نسبه السكر في الدم. كمان بتعطشك، بتمتص كميه كبيره من الميه فتاخد حيز كبير داخل المعده. مع انا مزاجي مظبوط ولا تلح عليا الشهيه. ده الفرق. ده الفرق طبعا. في فرق من ان انا اكون السكريات هتخني
مش هاكلها علشان وفي حاجة تانية انها تبقى قدامي وانا مشبع تماما ما عنديش شعور الجوع بالتالي بفقد الوزن. هنا عرفنا المشكلة انه شهية عالية ومحتاج نسبة من الفولينج وكمان ان هو ما شاء الله تتقفل عنده الشهية او الاسبوع يفقد 5 كيلو على مدار الشهر يفقد 15 كيلو ده ما شاء الله ما شاء الله كان من اكثر الحالات استجابة للعشب وما شاء الله النهاردة فاقد 38 كيلو صور وقبل غير بعد هتلاقي فعلا فرق كبير جدا. نشوف الصور فارس تاني ننزلها تاني ونشوف اللي بجد يعني النتيجة مبهرة ما شاء الله يعني فارس جميل. أنا شايفاه سبورت قوي اللي من يعاني من زيادة وزن يشوف كده يقول أنا 20 سنة زي فارس أنا ليه الحمد لله ما شاء الله قدر النهاردة يعيش حياته بدل ما كان مش لاقي مقاسه مش قادر يعيش حياته بيتنمر عليه الناس لأ أنا أقدر أغير حياتي. في ناس التنمر يخليهم يحبسهم أكتر داخل السم ده وفي ناس ياخدوا القرار لا أنا لازم أتغير. قول لنا على الصورة دي يا فارس احكي لنا عليها. فين الكرش ده يا فارس؟ ده كان زمان. إيه اللي فرق معاك بقى في حياتك يا فارس بعد ما خسيت؟ حياتي كلها يعني اتغيرت 360 درجة. بتقدر بقى دلوقتي تنزل مع أصحابك تشتري لبس زي ما أنت عايز؟ أنا حابب تلعب كورة. ما هو بقيت بلعب كورة. دلوقتي يعني حاجة تانية دلوقتي ألعب كورة وأجري وأروح وشغلي شغال كويس كنت الأول ممكن أشتغل في الشهر كله يعني ما كملش الشهر وهبطان وتعبان ومش قادر وكان عندي هنا رجلي تعبانة وما كنتش أقدر أمشي عليها أجي طالع السلم ركبتك كان عندك مشكلة وشوفي في السن ده وفي السن ده صغير وبيشتكي من ركبته لا أنا عايز خلينا نتفق اكثر ما يتالم به داخل جسم الانسان هي العظام هيبقى 50 سنه عنده زياده وزن عظامه تعبانه 20 سنه عنده زياده وزن عظامه تعبانه ليه لان هو دلوقتي طوله 170 لازم يكون 70 كيلو الميزان اذا هي اكتر العظام دي ربنا خلقها هتشيل 70 كيلو مش هتشيل ابدا 120 و130 وتكون بنفس الاريحيه في ماده لزجه ما بين العظام وبعضها ودي اللي بتسهل الحركه لما بيضغط الوزن عليها بيحصل هنا خشونه الام في العظام في المفاصل مع مرور الوقت يبقى هو فعلا عنده خشونه في العظام طب وده حله ايه مسكنات العظام كلها كمان بتتعب المعده وانت لما يزيد وزنك في الاول وفي الاخر هي مسكنات هيتقال لك ايه هي مش علاج انا بدل ما اسكن الالم لا انا اشوف ايه المشكله اللي نتج عنها المشكله واحلها والموضوع بسيط اذا في الماده العشبيه اللي هتفقدني الوزن وانا بحاله صحيه جيده لان المكمل الغذائي هو كبديل او كمعوض غذائي النهارده قفلت الشهيه الفارس لازم اعوضه انا منعته عن انه ياخد العديد من ايه لازم تكون هي داخل المكمل الغذائي لان هو كبديل او معوض غذائي لازم تحتوي على الفيتامينز على المينرالز على كل اللي انا هفقده اللي انا فقدته بالاكل فانا هنا لازم تعوضيه عنه ابطل اكل فالبشره يحصل فيها شويه شحوب لا لازم يكون فيها فيتامين سي طب انا خاف دايما السيدات تقول لك اي انا ابتديت دايت شعري تساقط طبيعي لان الاحماض الامينيه المسؤوله عن غذاء البصيله بتستمد الغذاء بتاعها من الاكل فهي بطلت تاكل فبالتالي الشعر تضرر لازم يكون في بي 12 داخل الكورس لان ده مكمل غذائي هو لازم يكمل كل العناصر الغذائيه اللي انا لما قفلت بقي وبطلت اكل اتمنعت عنها ولذلك بقول لازم يكون الكورس مرخص وزاره الصحه لازم يحتوي على ما يعوض ما فقده الانسان بعدم اكله انا هنا لازم يكون في فيتامين سي لازم كمان لما بطل اكل فطبيعي جدا عمليه الاخراج مش هتكون مظبوطه فلازم ادور لازم يكون فيها اللي هيظبط عمليه الاخراج هنا السيليوم بينظم عمليه الاخراج اما يكون في خلاصه البرومالين خلاصه الاناناس فده يظبط حركه الاخراج هنا ما يكونش عنده امساك طيب كمان بيشرب ميه كتير بالتالي النضاره دي هتفضل زي ما هي إيه هعلي معدل الحرق دايما برشح السيليوم لانه بيعطش فعلا. ومهم جدا انت كنت بتشرب ميه اصلا كان بيعطشك فعلا يا فارس بتشرب اول اسبوع كتير. يعني انا كنت بشرب ميه بكميه جامده قوي فعلا يعني أنا ايوه فعلا لا والله بجد والله فعلا والله ازاي بقى انجازاتك بتتكلم عنك والله الحالات الحيه اللي بنجيبها مع بعض دي خير دليل وخير برهان على نجاح تجربه التخسيس اونلاين وبعدين كل حاله معايا في ناس ما بتقتنعش ان يفقد 50 و60 و70 كيلو بدون عمليه جراحيه استحاله ده اولا
أنا ليست ضد العملية الجراحية إذا استدعى الأمر لذلك، وإذا كانت العملية الجراحية هي الملجأ الأخير لمريضي في فقدان الوزن، أنا مع أي شيء يخليك تفقد الوزن. إن أنت تتابع مع دكتور في العيادة أنا ليست ضد، المهم إن أنت تخلص نفسك من كابوس السمنة. صح. أنا هنا بتكلم إن أنت في الأول أي حد بيفكر يخس بيعمل دايت وبعدين يفشل، ياخد مكمل غذائي ما ينفعش معاه، فهو مفيش قدامه غير يعمل عمليه. انا مع انا ليست ضد، بس الاول جرب طبعا، خلينا الاول نجرب الوسائل الامنه بالزبط. والطبيعيه 100% بالظبط. يعني حضرتك بتقولي العمليه ماشي، بس لما تكون اخر حاجه اخر ما يلجا اليه. انا فشلت في دايت مره واثنين وعشرة، انا اخدت مكمل غذائي ما ينفعش معايا. يعني ما شاء الله فارس اخد قالك هجرب اول كورس، فجرب اول كورس 15 كيلو، ده شيء جميل جدا. وده اللي اداله الدفعه طبعا لتكمله ده كيلو واحد ممكن يدي الدفعه. عشان انا قبل كده جربت اللي هو عمليه الدايت ما نفعتش معايا. جربت قبل كده عملت دايت قبل كده ما نفعتش معايا. ما نفعتش ليه بقى؟ ايه اللي كان بيفشل؟ ان انت مش قادر تكمل. مش قادر اكمل وحاسس ان في حاجه حكماك. أيوة صح كده. يعني اللي خلاك ما كملتش جوعك. جوعك لا انا جوعت يا جماعه مش بعمل دايت. لا فعلا هو انا ما بعملش دايت لكل حالاتي. اللي بيجي معايا فقد 50 كيلو و40 كيلو و70 كيلو ما بيعملش دايت، بياكل عادي. وعندي الهيستوري على الواتساب. أيوة بيقول بخس الشهر ده كذا وبعمل كذا. علشان في ناس بتستغرب قوي. لا هو الموضوع مش سحر، انت افهم الحاله والكورس اللي هيخدمك في انك تنجح مع المريض ده في فقدان 10 15 20 30 كيلو، وانك تكون فاهم سيكولوجيه المريض ان هو ممكن بعد فقدانه 20 كيلو يحدث ثبات الوزن. انت ايه الماده العشبيه، ايه هو في علم التغذيه اللي هيخلي ده يعلي الحرق، التوت البري. فانا ده عملناه معاه وما شاء الله فعلا. انا بعد ما نزلت اللي هو 15 كيلو دول جسم ايه بدا اللي هو يثبت. ايوه فعلا حصل. فعلا يثبت يعني واقف. أيوة. على الوزن ده وما بينزلش تاني. أيوة جوليا تقريبا كنت بتخس مع لا مع دكتوره هدى عبد السلام. هدى عبد السلام هدى لقيته في اخر اسبوع 2 كيلو ده خلاص. أيوة. انا كده فهمت تطور الحاله الصحيه بها، ان انا لازم الشهر اللي بعده اكون بعلي معدل الحرق للمريض ده. فعلي معدل الحرق نسبه عاليه من التوت البري. عشان التوت البري هو اعلى انواع الحوارق. ليه بيحدث ثبات الوزن مع الحالات كلها ومش مع دعاء سهيل بس؟ يعني مش مع الحالات اللي بتتابع معايا بس. لان في البدايه الجسم بيتخلص من الدهون السهله. الدهون الاحاديه والثنائيه اللي موجوده داخل الجسم لسه من عمر قصير، والدهون الصعبه العنيده الموجوده داخل الجسم ده ذات الامد الطويل 5 سنين و6 سنين طبيعي تتماسك وتترابط. انا عايزه اكسر وافتت الخلايا دي عشان احولها لدهون سهله. بالتالي هادي توت بري كتير نسبه عاليه. ولازم خلاصه من التفاح علشان ده اعلى انواع الانتي اوكسيدنت، دي اعلى انواع مضادات الاكسده. فانا كده نقيت الجسم من السموم. كده انا لازم ياخد 3 ايام اخضر ياكل فيها كل الخضروات. فعلا حصل تمام على مدار الثلاث ايام دول. ممكن قطعه بروتين في الغداء، لان قطعه البروتين على فكره بيعلي الحرق. لذلك لما اقول تكونوا بتاكلوا ابدا بالشوربه، بعد كده السلطه، قطعه البروتين، بعدها كمل من الموجود اذا قدرت تاكل. لان الكورس بيكون قفل الشهيه. صغر المعده، نسبه السيليوم اخذت حيز كبير داخل المعده. فبالتالي انا مش جعان، مع نسبه عاليه من العشب الفولينج اللي بيظبط نسبة السكر في الدم. بالتالي فظبط موده كمان، بيجري على السكر. خلاص هو المود مظبوط لوحده، فبالتالي هو مش عايز ياكل سكريات. وبكده ما شاء الله 3 شهور 38 كيلو، والنهارده هو في الكورس الرابع. التثبيت لازم يكون، انا عشان يزيد وزني لازم يكون عندي سلوكيات خاطئه. باكل في وقت متاخر، لازم اكون باكل سكر بدرجه عاليه، مش منظم فارس مواعيد. قال كل ده. عنده كل ده، الشهيه والسكريات والاكل في اوقات متفاوته. كل اللي حضرتك قلتيه كانت عندي فارس. يعني انا اجي دلوقتي والدتي تيجي في البيت تقول لي عاوزه تحط له سكر زياده، انا اقول لها لا مش عاوز سكر. تقول لي لا انا حطيت لك كذا، اقول لها انا مش عاوز سكر. ونضيف عليهم الدقيق طبعا. لان يعني كل ده بيتاخد. ما عدتش بتقبل السكر. انت نفسك خلاص ما بقاش عندك تقبل لطعم السكر. تزود السكر خالص جدا. عارفه ليه؟ لان الكورس اللي حضرتك اديتيه له هو فيه المواد اللي هي خلت المود كمان. هو كده مزاجه مش محتاج سكريات. صح. محتاج سكريات جدا يعني. شفتي انا مذاكره ازاي؟ انت ما شاء الله عليكي يا شيف. هو دايما اي حد شاطر في المطبخ فعارف
عارف السعرات دي السعرات الحراريه ايه وده يتخن وايه يخسس. دايما الناس دي بتبقى مهتمه، هو كده بالكرسي ده جسمه مش محتاج سكريات زياده، انت ظبطت، فعشان كده انت مش متقبل طعم السكر اللي السكريات دي خالص. ايوه فعلا. ودلوقتي نظمت اكلك بقى؟ نظمت اكلي في مواعيده ومواعيد صح ومواعيد اللي انا يعني ابقى اكل فيها. الكرسي هو اجباري. أيوة. نظم لك كل حاجه حتى من غير ما انت تشعر. ولا يعني خلى الكميات قليله بالجرعه بتاعت الساعه 5 اخر النهار دي. فطبعا السيليوم كل الدراسات الحديثه قالت ان المعده قادره على الاحتفاظ بيه من 12 ل 14 ساعه، معنى ذلك انه مش هيجوع غير في الساعات الاولى من اليوم التالي. وبالتالي مش هياكل بالليل. مع مرور شهر واثنين وثلاثه واربعه هيتعود بقى. انا عملت لايف ستايل لنفسي، كلت فيه في الساعات النهارية. بالليل انا خلاص بقالي كتير ما باكلش بالليل، فما بجوعش بالليل، بشرب مية كتير، فده بيكون السلوك بتاعي. ان انا بعد 7 مساء ما اكلش. انت مش محروم على مدار الساعات النهارية. وعلى فكرة لو في حد ما بيخسش مع دعاء سهيل ولا مع فريقها واكل الثلاث وجبات في الساعات النهارية وبيشرب مية كويس ومنظم بياكل كل حاجة واي حاجة بس ولكن خلاص. بنسب قليلة معتدلة، انت مش محتاجنا اساسا. الدنيا تمشي معاه زي الفل. طيب بنعيد تاني يا جماعة، ارقام التليفونات موجودة قدامكم على الشاشة، يلا بسرعة اتصلوا عشان ممكن حد منكم يبقى فعلا فعلا حالة انجزت انجاز كبير جدا جدا مع دعاء سهيل وفريق دعاء سهيل، ويكون موجود على الكرسي ده اللي بنعرض عليه الحالات الحية بنفسها بتتكلم عن حالتها. أرقام التليفونات موجودة قدامكم على الشاشة، كمان صفحة الفيسبوك هننزلها لكم دلوقتي تقدروا تتواصلوا عليها. ولو في أي وقت اتصلتوا والأرقام لقيتوها مشغولة حاولوا تاني وتالت وعاشر. موجودين على الصفحة، ممكن يبعت مسجز على الفيسبوك واحنا بنرد، وصفحتي موثقة بالعلامة الزرقاء موجودة. وأرقامنا موجودة. ما شاء الله، يعني دايما بجيب الحالات علشان اي حد بيشوفنا هي بتكون دافع قوي لي ان هو فعلا يغير حياته، ان يفقد الوزن. اوعى تكمل حياتك وانت زايد وزنك. النهارده انت زياده وزن، انت لا قدر الله غدا انت ما تامنش السمنه هتعمل فيك ايه. حتى لو حد دلوقتي فعلا عنده زياده وزن يقول لك ايه بس انا كويس، لا ما تضمنش السمنه بكره ممكن تعمل فيك ايه. مش بقول خسه شكلكم وحش والله، التخان ده بيطلق عليهم المون فيس، يطلق عليهم اللي هو الوش القمر. احنا بنتكلم على الصحه، اكسب صحتك، ما تستناش لما يتقدم بيك العمر. في ناس سن الستين وسن السبعين اللي بتصل بينا اكيد ده لا يبحث عن الجمال، ده بيبحث الصحة. عن انه يبقى بصحه جيده طبعا. وعلى الاقل اقوم اخدم نفسي، ادخل حمامي، اقف في المطبخ اعمل اكلي، لان السن ده في الغالب قاعد لوحده، فلازم انت كمان تكون حريص على نفسك. صحيح. عندهم مشاكل في العظام، مكسب في الصحة، مشاكل في الركب طبعا. اول ما يفقدوا الوزن كل ده العظام ركب. وفارس بيقول لك اهو كان سن صغير وبيشتكي من ركبته. انا دلوقتي العظام تتضرر. انا دلوقتي 20 سنه، لا انا دلوقتي ممكن 15 سنه ما شاء الله بالسن اللي انا فيه ده. حاسس ان انت صغرت في السن. ايوه صغرت في السن كمان. ليه ما كنتش يعني كنت ابقى قاعد في البيت كسلان ان انا اقوم اعمل حاجه. دلوقتي ممكن اقوم اروح واجي وما فيش اي حاجه، براحتك خالص. براحتي خالص. امال الاول ما كنتش اقدر اقوم من على السرير بصراحه. وفي المقابل انت ما اتحرمتش من اي اكل ولا من اي حاجه، بتاكل كل حاجه عادي. كل حاجه عادي بس ايه كميات قليلة. هو ده اللي بيخلي الناس اللي بتخس معانا بتقعد بالسنة وبالاتنين وبالتلاتة ما بيزيدش وزنه. انا من البداية ما حرمتكش، انا بعمل لك لايف ستايل تفضل عايش بيه لان يطول بيك وبين العمر. ان انت بتاكل بنسبة قليلة، ان انت بتشرب مية كويس، ان انت بتاكل وجباتك على مدار الساعات النهارية. هو ده اللي بيبقى معانا مع مساعدة الكورس العامل المساعد اللي فيه المادة العشبية اللي بيها هتفقدك الوزن. يبقى انت مش محتاج لحاجة. الموضوع ان انا زدت وزني ليه؟ انا زاد وزني عشان انا عندي العديد من السلوكيات الخاطئه. عشان انا باكل كتير، عشان انا عندي سمنه وراثيه، عشان وارد جدا يكون في حد يقول لك انا مش انا بشم ريحه الاكل اشبع. طب ما هو مش كل الناس شهيه عالي. ومش كل الناس. وعلى فكره هي الشهيه العاليه عند فارس ما كانتش في الاكل بس، كانت السكريات. في ناس تقول لك انا مش باكل بس ممكن اخد واحد كان كده اخر اليوم واخد مع واحد شوكليت. ما غلط. انت اكلت غلط. فاحنا بنشوف ناكل ايه. لكل حاله صحيه وليها الهيستوري بتاعها اللي دفع بيها لزياده الوزن. احنا كخبراء تغذيه، وانا دارسه علم التغذيه، علم التغذيه بيفهمك انت ايه اللي تقدر تعمله في حياتك فتتجنب زياده الوزن، وايه الصح اللي انت تقدر تعيش عليه وتكمل عمرك بيه بحاله صحيه جيده، اللي يعني انه يقدر يعيش حياه يستمتع بصحه بالزبط قويه. بالظبط. ليه انا ما استمتعش بحياتي؟ يعني بما ان انا قادر. شوفي فارس كان بيقول لك كان ما بيقدرش يقوم حتى من مكانه. فعلا ما بيقدرش يقوم من على السرير. يعني شوفي الكلمه. طبعا النهارده بيلعب كوره. شوفي الفرق بقى. النهارده بيلعب كوره ما شاء الله عليك يا حبيبي. الاول ما كنتش اعرف ولا كنت اعرف اجري فعلا.
يعني كان صحابي بصراحه كان في ناس تتريق عليا. بس هو برافو فارس ان هو من الناس اللي شاف واحد صاحبه، فصاحبي ده انا زايد كان زايد وزنه وخس، لا انا اقدر اقلده هنا. ده التقليد الجيد. بس في حاجه مهمه ناكد عليها، مش شرط ابدا ان الكورس مثلا اللي انت خدته يبقى هو ينفع لصاحبك او صاحبك كريم. يعني مثلا كريم اللي انت قلت عليه صاحبك، ده اللي هو برده كان مع فريق دعاء سهيل، اكيد خد كورسات غيرك على حسب الحاله، مش كده؟ أيوة كل حاله بتختلف. مفيش حاجه اسمها هات الكورس اللي انت اخدته عشان انا اعمله. لا اصل بتحصل كتير، تلاقي واحده بتتصل تقول لك بصي بنت خالتي بقى خدت من عندكم بقى الكورس وخست، انا عايزاه. وده اللي تيجي تقنعيها يومها قلت لي فكريني صح؟ انا عايز الكورس بتاع مدام فايزه. والله كلهم عايزين بقى الكورس اللي خدته مدام فايزه وخست. قلت لك ولا لا؟ ايوه حصلت والله، حصلت كتير. ومهما تقنعيها اصل يا حبيبتي دي حاله. لا هم بيفهموا معانا لما بنشرح لهم، لان عندي خبرات تغذيه لازم يسمع كويس ويفهمه انا ليه مش مديك الماده العشبيه دي، عشان دي لا تتناسب معاك انت، يصلح معاك واحد اتنين تلاته والله، وبرده هيخسسكم. هم متخيلين لا مثلا فارس خد كذا يبقى هو كذا، ده بس اللي خد كورس السوبر سينيا مرخص وزاره صحه. اللي بيشوفنا حتى دلوقتي بيقول لي كده، اقول له لا خد الرقم ولازم تتابع. برافو عليك. دي طيب لازمة. عندنا عروض ايه النهارده بقى؟ عندنا 20% خصم ومفيش شحن، مفيش مصاريف شحن، يعني الشحن مجاني. ايوه والكريم اللي نوكس هديه مرخص وزاره صحه. قوليهم تاني بقى على بعض كده. 20% خصم النهارده، كريم اللينوكس هديه، وده طبعا بيحتوي على نسبه عاليه جدا من الكولاجين، علشان انا عايزه اللي يخس يكون شكل الجسم كمان مظبوط. كمان في النهارده مفيش مصاريف شحن، ومصاريف الشحن احنا شايلينها النهارده علشان مدام هاله. ده غير كل ده حالة فارس اللي بيتكلم عن نفسه يا جماعة، يعني زي ما انتوا شفتوا كده ما شاء الله عليه، كان ايه وبقى ايه. زي ما قلنا من شوية بقولها لكم تاني، كان حد ما بيقدرش يتحرك من مكانه، ما بيقدرش يقوم من على السرير، دلوقتي ما شاء الله ربنا يديله الصحة والعافية، بيلعب كرة وبيلعب رياضة، كانت ركبته بتوجعه وبيشتكي من ركبته، دلوقتي ما شاء الله ركبته بقت زي الفل، ما بيشتكيش منها خالص. وزي ما قلنا اول حاجه بتتاثر بالسمنه هي المفاصل والعظام. العظام دي اول حاجه، لان هي دي اللي شايله الوزن والله كله. والله كل اعضاء الجسم مترتب بعضها، يعني اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسمنه. احنا بنقول اول حاجه بتقول اي صح، المفاصل هي اضعف حاجه في الجسم. هو ده الانسان. هو اذا الانسان عنده مشكله في العظام يبقى هي دي المشكله. وعلشان كده بقول ان انت لازم كأي حد بتعاني من زيادة الوزن، زيادة الوزن تؤثر عليك صحيا ونفسيا، وكمان خلينا نقول ان انت اذا تعاني النهاردة من زيادة وزن انت غدا عرضة لتبعيات ما بعد زيادة الوزن. وهقولها مرارا وتكرارا، لان اصحاب الوزن الزايد هم عرضة لكل الامراض التي تتبع السمنة. ومحدش يزعل مني ان انا بقول السمنة مرض، لان السمنة مرض ومسببة ل 44 مرض، وربنا يا رب ينعم علينا جميعا بالصحة. احنا دايما نقول هي بوابة الامراض. طبعا هي طبعا. البداية هي البداية فعلا. طيب زي ما احنا شايفين صور فارس كده، تاني بنشوف الصور تاني يا جماعة من الأول خالص، من أول ما كان زيادة في الوزن وفضل مع تطورات الحالة لغاية ما أشوفه ما شاء الله، يعني أنا بعتبره بقى إنسان جديد. بقى دلوقتي والدتي على فكرة متابعة. وبعدين يعني فارس من وجهة نظري هو ابن مبادرة السمنة ناقوس خطر. فعلا، وادي النتيجة هي ما شاء الله ما شاء الله. يعني طيب نجيب صفحة الفيسبوك. وبعدين 38 كيلو ده زيادة قوي، ان هو يعني كتير قوي ان هو يخسهم. بني ادم تاني طبعا. يعني طبعا انا نزلت بني ادم تاني. فرقت معاك صحيا نفسيا، ادتك ثقة بالنفس اكتر، عيشتك سنك اللي انت المفروض تعيشه. اما اكون عندي 20 سنة وبدخل محل، احنا عندنا 40، انا عندي 40 سنة، اما ادخل يعجبني موديل واقول انا عايزة منه لارج او ميديم، لو يقول لي لا مش مقاسك مش موجود، دي تزعلني طبعا. طبعا طبعا ما بالك وانا عندي 20 سنة المفروض يعني اعيش سني، البس كل اللي انا عايزه، اعيش حياتي. لو عايز العب كورة. وبعدين قال لي ده كانوا بيستبعدوني الفريق اللي خاف اخسره. فعلا. لا انت بقى دلوقتي ايه ده، انت تعمل فريق يعني، انت تبقى كابتن فريق بقى كمان ان شاء الله. يعني ان شاء الله. انت يا فارس بجد انا بشكره، جاي لنا مشوار كبير قوي من الشرقيه. يا حبيبي والله نورتنا. من شربين، من بلد قدري اللي خس معايا 70 كيلو على فكره. يجي برده معانا برده مره في السعوديه. ممكن محمود صاحبه اللي خس 75 كيلو موجود ان شاء الله. كل دول مثال للشباب اللي لسه بقى دلوقتي بياخدوا القرار. نقول لهم ايه بقى؟ قولي لهم انت، تقولي لهم ايه؟ انا هحفزهم واقول لهم العرض النهارده عليه 20% خصم، كمان كريم لينوكس هديه النهارده، مفيش مصاريف شحن، والكورس مرخص وزاره صحه،
وهقولها مرارا وتكرارا عشان ما حدش يتصيد الاخطاء، انا بقول لازم تخس بشكل صحي، تكون خايف على صحتك. المكمل الغذائي لازم يكون مكمل او كبديل غذائي مرخص وزاره صحه، يحتوي على فيتامينز على مينرالز عشان يكون هو كبديل او كمعوض غذائي. شوف انت يعني اي حد في الدنيا لازم يكون يتعامل مع من هو فاهم يعني ايه علم التغذيه. وعلى فكره علم التغذيه لا يمت باي صله لكليه الطب، انا دكتوراه في علم التغذيه البشريه. فعلشان كده تبقوا فاهمين يعني ايه العلم ده، هتاكل ازاي وتبقى عايش حياه صحيه، ايه الاكلات اللي هتضرك، ايه الاكلات اللي مش هتضرك، انت ايه الطريقه او ايه اللايف ستايل اللي انت تقدر تعيشه ما تكونش مكتسب وزن زائد، هي دي علم التغذيه البشريه. طيب انت كمان يا فارس بسرعه كده تقول ايه للشباب بعد التجربه بتاعتك؟ بعد التجربه بتاعتي دي بقول لكل الشباب كله يعني ياخدني قدوه لهم ان شاء الله وياخدوا القرار فارس كان عنده كذا مشكله ومن اقرب الناس ليا والله فعلا مش قادر امشي ومش قادر اروح ولا قادر اجي، فانا بقول لهم خدوا القرار ومش هتندموا والله ما هتندموا ان شاء الله. انت نورتنا يا فارس، ده نورك، اشكرك يا حبيبي قلبي، نورتينا حضرتك الدائمه وشرف لينا صدفتك والله، مزيد من النجاح والتفوق دايما باذن الله. ميرسي يا حبيبي، بشكركم على مشاهدتكم الكريمه واتمنى من الله ان الحلقه النهارده تكون عجبتكم. نشوفكم على خير في حلقة جديدة تعجبكم أكتر وأكتر. سلام عليكم.